حياكم الله في خليج العرب. توجهت الأنظار الأسبوع الماضي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعد سيطرة الجيش الليبي على قاعدة جوية غرب العاصمة طرابلس، وتمت مصادرة أنظمة دفاع جوي روسية اتضح أنها ملك لدولة الإمارات، وتم نشر تقارير أممية تكشف عن خرق أبوظبي لحظر مجلس الأمن الدولي بخصوص تصدير السلاح إلى ليبيا. تقارير توثق الدعم الذي تقدمه أبوظبي لخليفة حفتر، وتعرض الأسلحة التي زودته بها في حربه ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، من بينها أنظمة دفاع جوي ومروحيات وطائرات مسيرة. ويشمل الدعم أيضا تنفيذ مهام عسكرية سرية وتقديم دعم سياسي وإعلامي وتسيير جسر جوي بين الإمارات وشرق ليبيا لنقل المعونات العسكرية. فما حقيقة دور دولة الإمارات في الحرب الليبية؟ ولماذا تدعم أبوظبي خليفة حفتر؟ وهل ستغير سياستها في ليبيا تحت وقع الضغوطات الدولية؟ للإجابة عن هذه الأسئلة والحديث عن دور الإمارات في ليبيا، نسعد باستضافة الدكتور جمعة القماطي، المبعوث الخاص لرئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج إلى دول المغرب العربي. ولكن قبل أن نبدأ نستعرض آخر التطورات الميدانية في ليبيا في التقرير التالي ثم نعود إليكم. من ثورة شعبية من أجل الحرية والتطلع إلى مستقبل أفضل إلى حرب أهلية بالوكالة، هكذا هو الواقع الليبي. حكومة الوفاق الليبية المنتخبة شرعيا تجدد اتهام الإمارات بتمويل ميليشيات خليفة حفتر بالذخيرة والعتاد بغرض تقويض التجربة الديمقراطية الليبية وتحقيق مصالح ذاتية. فالإمارات هي أكبر ممولي حفتر من ضمن التحالف الثلاثي الذي يضمها إلى جانب السعودية ومصر. وبرغم كل الدعم العسكري بالسلاح الثقيل والمروحيات، فإن واقع الميدان يكذب الأحلام الإماراتية التي تبحث عن مواطئ قدم في ليبيا عبر سعيها للسيطرة على جملة من الموانئ الليبية والحصول على نصيب من ثروات الشعب الليبي، إضافة إلى جعل ليبيا منطلقا لأطماع إماراتية أخرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشرق إفريقيا. التراجع الأخير لقوات حفتر وهزائمه المتتالية أمام قوات الحكومة الشرعية، خصوصا سيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، أظهر إلى العلن خلافات القوى الإقليمية المتحالفة مع حفتر، حيث حملت مصر الإمارات مسؤولية التدهور الأخير في ليبيا متهمة إياها بالتصرف منفردة في دعمها لحفتر وميليشياته. ويبدو أن وقائع الميدان التي تسير في صالح حكومة الوفاق وهزائم حفتر العسكرية السريعة والمتتالية إلى جانب تحالفات حكومة الوفاق الدولية خصوصا مع تركيا أدت إلى بعض التغير في المواقف الدولية والإقليمية، حيث أصبح الجميع يدعو إلى ضرورة حل سياسي في ليبيا، مع إدراك أنه لم يعد لحفتر سند إقليمي أو دولي يعتمد عليه، وليس للإمارات إلا الاعتراف بالهزيمة في ليبيا والخضوع لرغبة الشعب الليبي أولا وللشرعية الدولية ثانيا. أهلا بك دكتور جمعة، ونرحب بك في هذه الحلقة. مرحبا بك أستاذ علي، وشكرا على الاستضافة، وتحية لكل المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا دكتور جمعة. صحيفة الفاينانشال تايمز كشفت مؤخرا في نهاية بالتحديد في نهاية شهر أبريل الماضي أن شركتين مقرهما الإمارات شحنتا ما يقارب 11 ألف طن وقود للطائرات في شرق ليبيا، وهناك لجنة أممية تحقق في هذا انتهاك تصدير الأسلحة إلى ليبيا. وكشف فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة على ليبيا عن مهمة عسكرية ودعم سياسي وإعلامي وتسيير جسر جوي، كل ذلك لدعم خليفة حفتر من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. السؤال، كيف تنظرون إلى مثل هذا التدخل وما وراء هذا التدخل؟ نعم، بداية أسمح لي أن أذكر المشاهدين الكرام بأنه قبل ثورة فبراير 2011 وخلال
حقبة نظام القذافي كانت العلاقة بين نظام القذافي والدول الخليجية علاقة متوترة جدا. كان القذافي يتدخل كثيرا في الشؤون الداخلية، وصل الأمر إلى أنه أرسل فرق لاغتيال رأس الدولة في أحد هذه الدول الخليجية الكبرى، وهذا موثق. وكان القذافي يصف وينعت الإخوة في الخليج بأسوأ النعوت، نحن التي لا أريد حتى أن أكررها. ونحن استبشرنا خيرا بعد ثورة فبراير بأن ليبيا عادت إلى أبنائها، إلى شعبها. الشعب الليبي كان يتطلع إلى بناء دولة مدنية دستورية ديمقراطية، دولة من أصل السلطات فيها هو الشعب، يختار من يحكمه ومن يدير شؤونه، دولة تتطلع إلى علاقات أخوية ممتازة مع كل الأشقاء العرب والمسلمين وبقية العالم. هذا ما استبشرنا به، وتوقعنا أننا ندخل حقبة جديدة في علاقة ليبيا مع أشقائنا في دول الخليج في مجلس التعاون الخليجي. ولكننا فوجئنا منذ 2013 إلى الآن بأن على الأقل دولتين وعلى رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت تتآمر على الشعب الليبي، على حلمه في بناء دولة ديمقراطية دستورية، على عملية التحول الديمقراطي والمرحلة الانتقالية السياسية، وبدأت تتبنى مشروع مضاد لثورة فبراير، مشروع الثورة المضادة، وربما ليس في ليبيا فقط ولكن أيضا في اليمن وفي تونس وفي عدة دول. للأسف أصبحت من يتبناه بالدرجة الأولى هي دولة الإمارات، ترصد له كل الإمكانيات الضخمة المالية والإعلامية والعسكرية الاستخباراتية واللوجستية وغير ذلك. وكأن دولة الإمارات أصبحت منزعجة جدا من أن تنهض ليبيا وتتحول ليبيا إلى دولة ديمقراطية حقيقية، ويكون في ليبيا نموذج سياسي واقتصادي وتنموي يكون ربما يعني منارة وقدوة لكل الشعوب والدول العربية الأخرى. من هذا الباب نحن استغربنا جدا طيب هذا بالنسبة هذا التآمر وهذا لهذه التدخل. لهذه التقارير الرسمية والتقارير التي تصدر من لجان أممية والتي توثق التدخل بهذه الطريقة لدعم حكومة حفتر، كيف تنظر الحكومة حكومة الوفاق الوطني لهذه التدخلات وكيف تعاملت معها أصلا؟ بالتأكيد لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي أنشئت منذ 2011 بغرض رصد كل الخروقات في الحصار على إرسال الأسلحة وإرسال المرتزقة وغيرها إلى ليبيا، تنشر تقارير دورية، تنشر تقارير بمعدل كل عدة أشهر تقرير مفصل، وهذه جهة سيادية وحيادية عليا لا يمكن التشكيك في مصداقيتها. هذه التقارير للجنة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة توثق بالتفصيل عملية التدخل لدولة الإمارات في ليبيا في تغذية الصراع منذ 2013 بالتحديد، وخاصة في 2014 و15 إلى الآن. والتدخل وتغذية الصراع والحرب ودعم طرف واحد وهو خليفة حفتر واضح وقوي وجلي وموثق في كل هذه التقارير. هل هناك إجراءات كده عملية قامت بها حكومة الوفاق للتعامل مع مثل هذا التدخل؟ حكومة الوفاق كانت دائما تقول صراحة وتصدر البيانات وتحتج وترفض هذا التدخل. السيد فايز السراج في خطابه أمام الأمم المتحدة في نيويورك العام الماضي وقبله قال بوضوح وسمى هذه الدول ومنها الإمارات. الإمارات في أحد المرات يعني انطلق من أراضيها المتحدث العسكري باسم حفتر وهو يصف المعارك وما يجري في ليبيا، وكأن الإمارات أو أبو ظبي تحولت إلى غرفة عمليات عسكرية ضد ليبيا. هذا تحدث عنه فايز السراج بالتفصيل. ولكن أيضا داخل ليبيا هناك اختلاف في وجهات النظر، هناك حراك قوي وكبير من قبل النخب السياسية والمجتمع المدني وغيره، وهذا الحراك أنا شخصيا أدعمه، يطالب بقطع جميع العلاقات مع دولة الإمارات. وهناك وجهة نظر لدى الحكومة وخاصة وزارة الخارجية الليبية لحكومة الوفاق في طرابلس، ربما لا تريد أن تصل الأمور إلى قطع كامل للعلاقات، ولكن الاحتجاج وتأكيد وتوثيق رفضنا لهذا التدخل الإماراتي السافر هذا واضح وجلي. طيب، يرى البعض بأن دولة الإمارات لديها العديد من المصالح في ليبيا، من أهمها الموانئ أو سلسلة الموانئ الليبية والتي تمثل يعني هدفا استراتيجيا. هل نستطيع أن نقول بأن الممرات المائية هي الدافع الوحيد للتواجد الإماراتي في ليبيا؟ اسمح لي أن فقط أذكر بأن الإمارات وليبيا وكل الدول النفطية
اقتصاد، وهو من نوع الاقتصاد الريعي الذي يعتمد بالأساس على النفط والخام والثروات الطبيعية التي هي غير متجددة وستنضب يوما ما. وبالتالي هذا الاقتصاد الريعي ستنتهي هذه الموارد الطبيعية من نفط وغاز وغيرها، وبالتالي لابد من التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي متنوع الموارد ومصادر الدخل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن في ليبيا، بالإضافة إلى أننا نريد وكان أملنا بعد ثورة 2011 أن تستقر ليبيا وتتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع، اقتصاد إنتاجي متنوع الموارد، كنا أيضا نعمل على وما زلنا على التحول السياسي، أن نتحول إلى دولة ديمقراطية حقيقية يكون الشعب فيها هو من يقرر ويختار من يحكمه ويحاسب من يحكمه. في هذا الإطار دولة الإمارات بالتأكيد تريد أو بدأت منذ فترة طويلة في التحول من الاعتماد على النفط والغاز فقط إلى تنويع مصادر أخرى، منها تجارة العبور، منها السياحة، منها الاستثمارات الخارجية، منها استقطاب الشركات العالمية وغيرها. ليبيا كنموذج مرشحة أن تقوم بنفس الأمر، أن تنوع اقتصادها ومواردها وأيضا تطور مواردها الإضافية غير النفط والغاز من خلال المواني، تجارة العبور، السياحة، استقطاب رأس المال العالمي والاستثمارات العالمية، وأن تكون ليبيا هي وجهة لكل الشركات، خاصة وأنا أريد هنا أن أركز على هذه النقطة، أن ليبيا تملك نقاط تنافسية قوية جدا مقارنة بدولة الإمارات. دكتور جمعة، على ذكر الموقع، ليبيا تشكل همزة وصل بين البحر الأبيض المتوسط وبين القرن الإفريقي، وتوجد العديد من المصالح لدولة الإمارات العربية المتحدة، مصالح جيوسياسية في القرن الإفريقي، وكذلك هناك دولة الإمارات تواجه نوعا ما صعوبات في علاقاتها مع كل من المغرب وتونس وموريتانيا. في ظل هذه المعطيات، هل تشكل ليبيا يعني أهمية استراتيجية حتى تصل دولة الإمارات ببقية دول أفريقيا؟ أولا ليبيا تملك موقع استراتيجي مهم جدا جدا، فهي على الضفة الجنوبية من البحر المتوسط في شمال أفريقيا، على مرمى حجر من جنوب أوروبا. هذا الموقع يعني جدا مهم واستراتيجي. ليبيا تملك مقومات أخرى، ليبيا طقسها معتدل جدا، ليبيا مساحتها شاسعة، ثرواتها الطبيعية هائلة، ولكن أيضا إمكانياتها للسياحة الصحراوية وسواحل ليبيا 2000 كيلومتر وشواطئها ما زالت لم تستثمر وتطور بعد. ليبيا تملك كتلة بشرية حرجة، يعني تملك حوالي 7 مليون نسمة، 70% منهم من الشباب تحت سن 30، شعب على درجة عالية من التعليم، نسبة الأمية في ليبيا قليلة جدا لا تتجاوز 3-5%. الشباب الليبي شباب طموح يستطيع أن يتبنى التقنيات الجديدة والعلوم الجديدة ويواكب العصر والتطورات ويندمج في العملية الاقتصادية ليس فقط المحلية بل العالمية كذلك. كل هذه المقومات تجعل من ليبيا مشروع واعد جدا لأن تكون دولة متطورة وتنمو بسرعة وتكون نقطة جاذبة لتجارة العبور في العالم، للاستثمارات العالمية، للسياحة، مركز للشركات العالمية، للصناعات وغيرها. ربما هذا هو ما يقلق قادة الإمارات، أن النموذج الليبي سيكون نموذج منافس قوي سيسحب البساط من تحت دولة الإمارات ونموذج الإمارات. أنا أذكر مشاهدة فيديو لأحد قادة الإمارات في ندوة قال بالحرف الواحد وهذا موثق، قال أن نصف النجاح هو ما تقوم به أنت، والنصف الآخر هو أن تمنع منافسك من أن ينجح. وأعتقد أن هنا يكمن السر في ما تقوم به الإمارات في تجاه ليبيا. دولة قادة الإمارات يخشون من ليبيا أن تكون النموذج التنموي الاقتصادي الناجح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبديل للإمارات، ويخشون من تطور ديمقراطي حقيقي في ليبيا يرفض التطور الديمقراطي يدعم التطور الديمقراطي في تونس وفي دول أخرى، وبالتالي تترسخ الديمقراطية في عدة شعوب عربية، وهذا أمر يشكل خطر أيضا على حكام الإمارات. أيضا هناك هاجس آخر وهو حقيقة يعني بعبع وهاجس أكثر منه شيء على أرض الواقع، وهو الادعاء بأن الإسلاميين في ليبيا أو الإسلام السياسي سيسيطر على ليبيا وبالتالي سيستخدم موارد ليبيا في محاربة حكام الإمارات ودولة الإمارات، وهذا لا أساس له من الصحة. لأن الإسلاميون أو الإسلام السياسي في ليبيا يشكل جزء وجزء صغير من الطيف الإسلامي، الغالبية العظمى من الشعب الليبي شعب
محافظ، شعب مسلم بالكامل، سني بالكامل، يعني يحافظ على دينه ولا يحتاج إلى تيارات دينية حتى يعني تقوده سياسيا، هو طيب يحتاج إلى شخصيات وطنية نزيهة أكثر منها إسلام سياسي. وبالتالي هذا البعبع الذي تستخدمه الإمارات من أن الإسلام السياسي وخاصة جماعة الإخوان المسلمين التي أنا لست منها أنها ستحكم وستسيطر على ليبيا وستحارب الإمارات، هذا أمر مبالغ فيه. أنا أعتقد أن الخوف الحقيقي لقادة الإمارات هو من تحول ديمقراطي حقيقي في ليبيا، نموذج ديمقراطي حقيقي سيدعم التحول الديمقراطي في تونس وفي كذلك طيب الجزائر وفي المغرب وفي اليمن وغيرها، وهذا ما يخشاه حكام الإمارات الذين يحكمون بلادهم وشعبهم بطريقة شمولية كاملة ليس للشعب فيها أي دور أو رأي في من دكتور يحكمه أو من جمعة، يقوده. أنطلق معك إلى محور يتعلق بالتدخلات الدولية أيضا. في تقرير نشرته مجلة فورميكي الإيطالية للكاتب إيمانويل روسي، يقول إن خليفة حفتر يتمتع بنوعين من الدعم: دعم سري تقوم به كل من روسيا وفرنسا، ودعم علني تقوم به كل من مصر والإمارات. السؤال، هل هناك، إذا صحت هذه العبارة، هل هناك تنسيق بين الدعم السري والدعم العلني؟ بمعنى هناك تنسيق بين مصر والإمارات من جهة وبين روسيا وفرنسا من جهة لتنسيق هذا التدخل أو رعاية المصالح في ليبيا؟ أولا التنسيق بين الإمارات ومصر بدأ بعد وصول السيسي إلى الحكم في مصر في 2013 بدعم إماراتي واضح، وأصبح نظام الحكم الجديد في مصر متناغما ومنسجما تماما مع سياسات دولة الإمارات. من هنا التقت أهداف الإمارات والنظام المصري في 2013 نظام السيسي في دعم خليفة حفتر لفرض نموذج حكم عسكري فردي في ليبيا كذلك. وهذا أمر مهم جدا، لماذا الإمارات والنظام المصري يريدون نظام حكم عسكري فردي مطلق في ليبيا؟ لأنهم من خلال حاكم مطلق مثل حفتر يكونوا هم من أوصلوا إلى الحكم، يستطيعون أن يستعملونه لتحقيق كل مصالحهم وأغراضهم في ليبيا. ولكن إذا كانت هناك حكومة ديمقراطية حقيقية في ليبيا فهي لن تخدم مصالح الإمارات أو النظام المصري أو فرنسا أو روسيا، بل هذه الحكومة الديمقراطية في ليبيا ستخدم مصالح الشعب الليبي وليبيا والمصالح الوطنية أولا. هنا الفرق، هم يريدون حاكما في ليبيا كأداة تحركها الإمارات، يحركها النظام المصري، وتوظف كل إمكانيات ليبيا لخدمة النظام المصري ودولة الإمارات. أما بالنسبة لفرنسا فبالتأكيد أن فرنسا أيضا تحبذ الأنظمة الشمولية العسكرية في العالم الثالث، رغم أنها هي دولة ديمقراطية، ولكن معروف عن فرنسا في أفريقيا أنها تدعم الانقلابات العسكرية وتدعم الحكام الشموليون. وفرنسا لها تنسيق مع الإمارات لأن الإمارات لها لوبي قوي داخل فرنسا، هناك استثمارات إماراتية، هناك صفقات أسلحة كبيرة، هناك قواعد عسكرية في الإمارات، وبالتالي حكومة فرنسا لا تريد أن تغيظ حكام الإمارات ودولة الإمارات وتنساق معهم في بعض المشاريع السياسية وخاصة دعم حفتر في ليبيا. أما روسيا فأمر آخر، روسيا لها استراتيجية ولها أهداف أخرى مختلفة تماما، ليس بالضرورة أن تنساق روسيا وهي دولة عظمى وراء ما يريده الإماراتيون، ولكن روسيا قد تستفيد من الأموال الإماراتية السخية في دفع ثمن الأسلحة الروسية التي تذهب إلى حفتر. أما روسيا فلها أهداف اقتصادية وجيوسياسية في ليبيا، لأنها تريد أن تجد لها موطأ قدم حتى تضغط على حلف الناتو وعلى جنوب أوروبا أمنيا، وتستخدم ورقة الضغط هذه في مساومات سياسية أخرى، ربما في أوكرانيا، ربما في سوريا، ربما في جهات أخرى، وفق الصراع الموجود بين روسيا وحلف الناتو منذ طيب عشرات السنين. هناك شحنة أسلحة ألمانية اشترتها أبو ظبي لصالح خليفة حفتر ووصلت إلى ليبيا، كيف تفسر دخول أيضا السلاح الألماني في هذه المعركة؟ هي ليست أسلحة ألمانية بالضبط، هي عربات كبيرة توضع عليها منظومات الدفاع الجوي البانتسير. البانتسير هي منظومات دفاع جوي روسية تشتريها الإمارات وترسلها إلى خليفة حفتر في ليبيا، وأرسلت له العشرات منها حوالي 30 منظومة، وهذه تحمل على سيارات أو عربات كبيرة صنع ألمانية الصنع. من هذا الباب هنا يأتي الشق الألماني، وليست أسلحة هجومية أو غير ذلك، ولكن نعم طبعا هذا يجعل دولة ألمانيا في حكومة ألمانيا في حرج كذلك، كيف تسمح للإمارات أن تضع
منظومات الدفاع الجوي الروسية على عربات ألمانية وترسلها لحفتر. لا، بالمناسبة هذه لكن لا المنظومات يشير إلى أي منظومات تدخل أو تعاون ألماني في الموضوع، صح؟ لا لا، ألمانيا نعم. دولة محايدة بطبيعتها، دولة تريد أن تبقى على الحياد، لا تتدخل بالطريقة التي تتدخل بها فرنسا أو روسيا أو أمريكا أو الإمارات أو النظام المصري في طيب، ليبيا. الوضع مختلف تماما، وألمانيا استضافت مؤتمر برلين وتريد أن تظهر نجاح سياسي ودبلوماسي في أنها الدولة الأوروبية التي كانت وراء الوصول إلى حل سياسي وإنهاء الصراع في ليبيا. طيب، وزير الخارجية الفرنسي طالب كل الأطراف بالالتزام بحظر السلاح. كيف تقرأ مثل هذا التصريح؟ هل هو تقاسم للأدوار؟ خصوصا أن التحقيقات الأممية تشير إلى وجود سلاح أوروبي في الحرب الدائرة في ليبيا. هل هو تغيير في المواقف أم أنه مناورة سياسية؟ وزير الخارجية الفرنسي لودريان هو عراب الدعم الفرنسي لحفتر منذ 2015 أو 2016 عندما كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس أولاند، وبالتالي هو أيضا منسجم تماما مع توجهات الإمارات في ليبيا. لودريان صديق مقرب جدا لقادة الإمارات وينسق معهم فيما يجري في ليبيا. تدخل الفرنسي في ليبيا تدخل سافر وتدخل داعم لحفتر وتدخل يدعم مشروع حكم دكتاتوري عسكري من جديد في ليبيا. وفرنسا للأسف تستخدم الازدواجية في العلاقات الخارجية وفي المقاييس، فهي تدعم حفتر من جهة وتعترف بحكومة الوفاق الوطني كحكومة شرعية من جهة. هذه الازدواجية، استراتيجية الازدواجية أو التعويل على مسارين مختلفين، استخدمتها فرنسا في عدة دول في أفريقيا كذلك، منها رواندا. عندما كانت هناك مجازر رواندا كانت فرنسا تتواصل مع الطرفين المتقاتلين، وفي مالي وفي غيرها. ولكن ما يقوله لودريان الآن من ضرورة وقف إطلاق النار والعودة إلى المسار، يعني لماذا لم يقله قبل سنة؟ لماذا لم يقله عندما هجم حفتر بقواته على العاصمة طرابلس وأراد احتلال طرابلس والقضاء على الحكومة الشرعية التي تعترف بها فرنسا نفسها؟ لماذا لم تأتي هذه الأصوات؟ أتت الآن لأن فرنسا شعرت أن حفتر بدأ ينهزم، بدأ يندحر، نعم. بدأت قواته تنهار، مشروعه العسكري أو مشروعه للحكم في ليبيا يتلاشى وسيفشل، وبالتالي رهان فرنسا على حفتر سيفشل، فهي بدأت الآن تتراجع وتطلق هذه الأصوات وكأنها تريد أن تظهر بمظهر نعم. المحايد. ولكننا نعلم جيدا والتاريخ وثق لنا الآن أن فرنسا لم تكن محايدة أبدا في الصراع في ليبيا بعد 2011. دكتور جمعة، يرى البعض بأن دولة الإمارات هي الطرف المستفيد الأكثر من مؤتمر برلين، حيث أنها تمكنت من فرض وجودها في ليبيا على المستوى الدبلوماسي فضلا عن الوجود العسكري. هل توافق مثل هذه الرؤية؟ ثقل الإمارات في الملف الليبي هو بمدى قوة خليفة حفتر. نعم. ورقة الإمارات في ليبيا هي خليفة حفتر، لذلك هي تدعمه بكل الإمكانيات العسكرية، من طائرات، من أسلحة، دعم إعلامي، دعم سياسي، دعم مالي، دعم استخباراتي، دعم لوجستي. وصل الأمر أن الإمارات أرسلت طائراتها المقاتلة القاذفة وقصفت أهداف مباشرة في طرابلس في 2014، في أغسطس 2014، طائرات إماراتية، هذا موثق من جهات دولية، طارت إلى ليبيا ربما من مصر أو تزودت بالوقود في الجو وقصفت أهداف لشباب وقوات ضد حفتر في جنوب طرابلس في وادي الربيع. إذن تدخل الإمارات القوي المباشر والغير مباشر هو من خلال ورقة خليفة حفتر، وبالتالي إذا ما ضعفت ورقة خليفة حفتر وتلاشى عسكريا وسياسيا ستفقد الإمارات كل شيء. للأسف لم يتحلى قادة الإمارات بالحكمة والتعويل على أكثر من خيار في ليبيا، لم يعولوا على خيار بناء علاقات متوازنة تحترم إرادة الشعب الليبي فيما يريد من تحول ديمقراطي وتحول اقتصادي. هي راهنت فقط طيب. على فرض نموذج حكم عسكري شمولي، راهنت فقط على إعادة الليبيين إلى حقبة الاستبداد والحكم العسكري دكتور الذي جمعة، عانوا منه 42 سنة تحت القبضة. حتى لا يدركنا الوقت، في ظل التطورات الأخيرة جرى هناك اتصال بين السيد فايز السراج ووزير الخارجية الأمريكي بومبيو. ما الذي ممكن أن يضيفه الدور الأمريكي في تحريك الملف الليبي؟ أمريكا دولة عظمى، هي أقوى دولة عسكريا واقتصاديا في العالم، ولكن إدارة ترامب اختارت أن لا تتدخل
مباشرة في كثير من الصراعات في الشرق الأوسط، انسحبت من سوريا، لم يكن ترامب يعني جديا في مساعدة على إنهاء الصراع في ليبيا، على اعتبار أن ليبيا هي أزمة خلقها الرئيس السابق أوباما الذي حمله ترامب كل ما حصل في ليبيا من صراع ومن سلبيات. ولكن الآن عندما وصل الأمر إلى تدخل روسي مباشر في ليبيا ومحاولة روسيا أن تضع لها موطأ قدم في ليبيا تهدد به مصالح الناتو ومصالح الغرب ومصالح أمريكا، بدأ هناك حراك داخل الإدارة الأمريكية لصوت يعلو لدعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية. لكننا يجب أن نتذكر أن أمريكا ليست مؤسسة واحدة، أمريكا هي البيت الأبيض، هي وزارة الخارجية، هي البنتاغون، هي السي آي أي، هي الكونغرس، هي لوبيات النفط وغيرها. فربما وزارة الخارجية والبنتاغون لا يريدون لروسيا ولحفتر أن ينجح ويدعمون المسار السياسي ويدعمون حكومة الوفاق الوطني الشرعية، ولكن هذا ليس بالضرورة ينطبق على أوباما الذي جمعة. الآن في عام انتخابات دكتور بعد جمعة 15 أشهر. القماطي المبعوث الخاص لرئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج إلى دول المغرب العربي، شكرا لمشاركتك معنا. شكرا وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، نسعد دوما باستقبال مقترحاتكم وتعليقاتكم على حسابات التواصل الاجتماعي لشبكة التلفزيون العربي. نلقاكم في الأسبوع المقبل، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.